ايه يا معلم القرف اللي انت كاتبه ده؟ ايه بوز؟ بوز؟ حلو قوي، عجبني جدا. يعني مش لازم بقى لف ودايرة عشان عندي خبرة تبيع الكلام ده؟ لا يا سيدي مش لازم بعد اللي انا قريته ده. بس يعني هتحتاج ده بعد كده في الكتاب؟ ولا انت ناوي توقف؟ لا واقف ايه؟ انا ان شاء الله اكتب سيناريوهات. عارف فاهم الزيات؟ بس انا لست كبير قوي. قرا القصص بتاعتي وعجبته جدا، وشايف انا يجي مني في كتابة السيناريو، فهيديني دروس خصوصية عشان اعرف ازاي اكتب سيناريو. ولما اكتب فيلم قصير لو عجبه هخلي رمز النجار اللي هينزل لي مجموعة القصص دي ينتج لي اول فيلم روائي طويل. اوكي، وفلوس الدروس الخصوصية دي بقى هتدفعها منين؟ تقصر الوديعة؟ مفيش ودايع هتتفك يا ادم. مش هدفع حاجة. يعني ايه مش هتدفع حاجة اصلا؟ يعني مش هدفع حاجة. ما انا موهوب. ايوه يا احمد، في ناس كتير موهوبه. لا مفيش ناس موهوبين كتير ولا حاجه. كيس كده كده انت مش خسران حاجه فعلا. مبسوط لك. هو انا كمان مبسوط. اول مره في حياتي اشتغل شغل انا بحبها. يعني اول مره اعمل حاجه عايز اعملها بجد، انت فاهم؟ فاهم، فاهم قوي كمان. اوريك حاجه عمري ما وريتها لحد ولا حتى شهيره؟ طبعا. استقلتي كتبتها بعد ما اشتغلت عند خالك في المصنع بأسبوع. عمر ما جبت الجرأة والدافع إني أقدمها له. لكن دلوقتي إن شاء الله أول ما أمضي العقد مع رمز النجار ولو حتى بخمسة جنيه هروح لخالك رميله استقالة في وشه وأديله بيه الجزمة.